هو كابتن فاروق، انت فكرت او ممكن تفكر تخش انتخابات اتحاد الكوره كرئيس؟ لا على طول ما فكرتش دلوقتي حد. انت بتهين نفسك. بهين نفسي؟ بص، انا بكلمك وانا مسؤول على الكلام ده. لعيب الكوره هو نجم. في واحد تاني معاه فلوس، فهتلاقي الناس يعني او ناس يعني ناس كتير قوي ممكن تتكلم وتبقى مع الراجل اللي هو رجل الاعمال، ورجل اعمال اصلا ما يعرفش الكوره، ممكن ما يعرفش كم واحد في الملعب، ما يعرفش. لكن احنا عايزين ناخد الطريق الصح. وانا يمكن انا عجبني في الدكتور اشرف، الدكتور اشرف رغم ان مثلا انا بختلف معاه، لكن بقعد اتكلم معاه افكاري يعني بالنسبه له يعني طيب.